بتحب الحيوانات؟ ايه اكتر حيوان بتحبه؟ كلب. تعرف تقلد صوته؟ ايه اكتر اكلة تحبيها؟ فراخ والمكرونة برجر. احنا هنوريكي صور اعلانات سندوتشات وتقولنا ايه رأيك فيها. كلهم حلوين. فراخ. فراخ ايه؟ محمر. لو انت في الصحراء ومعاك الكلب بتاعك، لو انت جوعت يعني ممكن تذبح الكلب وتاكله؟ لا لا. ليه؟ عشان دي روح زي لو انت معاكي فرخه صاحبتك وفجاه جوعتي، هل هتاكلي الفرخه صاحبتك؟ هاكلها. ايه اللي يحصل لو ما اكلناش لحمه؟ هل هنموت؟ لا. دلوقتي احنا معانا اصدقاء جايبينهم معانا في البرنامج. عارفه ايه دول؟ كتاكيت. طب لو تسميهم تسمي الكتاكيت ده ايه؟ بندق. وده شيبوب وده ماكس. شيبوب وزبيبة وسويسة. وهيبقوا ايه لما يكبروا؟ فراخ. ايه دي يا حبيبي؟ فراخ مجمدة. تعرف الفرخة بتعيش قد ايه يا رحيم؟ سنة. تعرف الفرخة اللي انت بتاكليها في البيت عندها قد ايه؟ من شهرين لثلاث شهور. تعرفي كده؟ لا مش بعرف. يعني انت شايفة ان الكتاكيت دي المفروض نعملهم برفق ولا نعملهم بقسوة؟ برفق. يعني ازاي وصلت للكيس ده؟ لما اتدبحت. بعدها نضفوها، بعدها حطوها في الفريزر. الكيس ده عليه ايه؟ فرخه. عامله ازاي؟ فرخه لابسه مريله وماسكه شوكه كبيره. وبتضحك ولا زعلانه؟ بتضحك. طيب وهي تفتكري ليه هما حاطين فرخه بتضحك على الكيس؟ عشان نحب ناكلها. يعني هما بيضحكوا عليكي؟ طب تفتكري الفرخه اللي في الكيس دي فرحانه ولا زعلانه؟ زعلانه. ليه؟ عشان اتدبحت. انت لو دست على رجل فرخه هتتوجع ولا لا؟ تتوجع. طب والسكين هتوجع لها رقبتها ولا لا؟ طب وتفتكري هي في حد بيبقى مبسوط وهو بيموت؟ لا. نعمل سندوتش تشيكن برجر. ايه دي بقى اللي قصادك؟ عيش وخس وجبنه. طب ناقص ايه؟ فريش. يلا اعمل السندوتش. لا بس دي حية عشان مش مطبوخة. امسك. ليه؟ اذبح. حرام. هتمسك راسها ترفعها لفوق وتروح اقطع لها رقبتها كده. لا مش فاكر. ليه؟ لا. ليه؟ كده. لا. اما انت لما تذبحها يا تموت. دلوقتي يا عم عامر احنا عايزين نعمل سندوتش تشيكن برجر، ممكن تذبح لنا الفرخه دي؟ سيبها يا عم عامر خالص. سيبها خالص يا عم عامر. طب ما تقول لنا انت بتعيط ليه؟ ايه اللي خليك تعيط؟ ها يا رحيم؟ انا مش شايف روح قدامي بتموت. طب يا حبيبي ما احنا بناكل لحمه وفراخ كده، ما هناكلها ازاي؟ ما انت عشان تاكلها لازم تموتها. خلاص يا حبيبي احنا خلصنا. عايز تقولي حاجة؟ ماشي خلاص يا رحيم تعال خلاص معلش.